أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي أمين عام مجلس الشورى على هامش مشاركتها في أعمال جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية أهمية مساندة الجهود البرلمانية التي تدعم تطور العمل التشريعي والبرلماني وإبراز دور السلطة التشريعية بمملكة البحرين في كافة المحافل والتجمعات الدولية كأحد ركائز مسيرة العمل الوطني والديمقراطي بالمملكة، والتي تشهد تطورا وتقدما متواصلا في ظل رعاية واهتمام جلالة الملك المعظم، لافتة إلى أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين ومن خلال الأمانة العامة حرصت على استثمار التقنيات الرقمية الحديثة في دعم عمل أعضاء المجلس وما ينسجم مع رؤية مملكة البحرين في هذا الجانب.